رئيس أخبار سنان هو سي محمد العزري، والعضو أسرى سنان جليس النظام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بداية أشكر جميع الأعضاء اللي حضروا هذا اليوم من أجل التصويت على رئيس جامعة القنيطرة والموربين. تحية خالصة لهم
تحية كذلك للقائمين على تنظيم هذه الجلسة المنظرون وعلى رأسهم السيد باشا المدينة. وتنقول اسمحوا لنا على هذا الأدب ديالكم وعلى هذه المشقة ديالكم. حنا الصراحة دائما نكونوا غوكونيسون. بالنسبة لي أنا سعيد جدا بهذا التصويت والحمد لله توفقت باش ناخذ أغلبية مطلقة في التصويت الأول. ونطلب الله نكون هذا اختيار القنيطريين جميع القنيطريين ونطلب الله نكون في حسن الظن ديالهم جميعا وشكرا. غادي نمروا للتصويت على المكتب ديال النواب الرئيس. السيدة فاطمة العزري. بالنسبة للنائب الثاني السيد مصطفى القالح. بالنسبة للنائب الثالث السيد حسين مفتي. بالنسبة للنائب الرابع السيد عبد الكريم شاهد. بالنسبة للنائب الخامس السيدة مينا حروزة. بالنسبة للنائب السادس محمد تاجي. بالنسبة للنائب السابع بدر الدين بالخيري. بالنسبة للنائب الثامن كوثر حرديف. بالنسبة للنائب التاسع أحمد الدحين. بالنسبة للنائب العاشر فاطمة بعبوس. بدر الدين بالخيري. هشام أربار. إبراهيم بوريش. محمد عزري. الصحافة الله يرحم الوالدين راه ما كنعرفوش شكون اللي صور. خديجة هيسوفا. فاطمة العزري. إدريس شنتوف. إدريس سي إدريس. إدريس شنتوف. محمد خرافين. عبد الله مليك. محمد الفتح. نعيمة هدي. رشيدة صدقي. حسين مفتي. خيرة نهاري. مصطفى القال. محمد روشق. أحمد الحيل. سمير عرش. فاطمة بعبوس. نجلاء الحاجي. زين الحساني. عبد الكريم شهيد. كوثر حريف. بشار بوحديوي. عبد الله الورتي. مينا حروزة. عماد جليل. سعيد طويل. تاجي محمد. مجموع 31 صوت. هنيئا. وكذا سكان مدينة أن يرفع الصوت العالي بالله أسماء آيات الولاء والإخلاص والتألق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد معربين عن ابتزازنا الغالب بالسياسة الحكيمة التي ينهجها جلالته من أجل تعزيز وترسيخ أسس الديمقراطية المحلية ببلادنا والرقي بها إلى المكان اللائق بها. سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطى جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية والأمر المدينة. حفظ الله مولانا الإمام ما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه الكريم بصاحب السمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشد أذره بسمو جلالة صاحب السمو الملك المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
إن سميع الدعاء، إن سميع المجيب، والسلام على المقام العالي بالله رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعلاني. كسائر المطريين كفاء اجماعين جد مسرورين في انجاح هذا الحفل الديمقراطي بالنسبه لي الشعب المواطن القنيطري. الفرحه ما كتصورش، ما خلاتنيش كيفاش نهضر. كنوجه الشكر للجميع القنيطريين اللي تقوا في التجمع الوطني الاحرار، وتقوا في الاستاذ انس البوعلاني، وتقوا في اللائحه كامله. كنوجه الشكر الكبير 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 للساكنه ديال بير رامي، كنوجه كبير وصغير من اسواق السلام حتى لجنه الجوج. كنوجه الشكر الكبير للجماعات السلاليه، ولاد مبارك الحشه، ولاد موسى، ولاد وجيه. كنوجه الشكر الكبير لبير رامي كامل اللي وضع الثقه في شخص ميناح روزه، واللي امن بميناح روزه. وكنقول لهم الله يقدرنا نخدموكم برموش عينينا، الله يقدرنا نكون عند حسن الظن ديال القنيطريين، نعالجوا المشاكل ديال القنيطره، والله معنا ومع الجميع. عندنا امل كبير ان القنيطره ان شاء الله غادي تعرف واحد التغيير جذري. حنا خدينا على نفوسنا واحد الميثاق مع الساكنه ديال مدينه القنيطره خلال الحمله الانتخابيه، اننا غادي نديروا واحد القطيعه مع طريقه التدبير السابقه، ولذلك غادي نحرصوا حرص شديد على انه التدبير سيختلف عن سابقه، وانه سيكون لارجاع الاعتبار لمدينه القنيطره من جميع الجوانب. ولذلك حنا عندنا امل كبير في هذه المجموعه اللي طلعت انها ان شاء الله غادي تقوم بالواجب وزياده. سي عبد الله فين كاين هذا المره؟ انا موجود، انا عضو في المجلس، غادي نقوم بالواجب ديالي. طبعا انا مرشح للمجلس الاقليمي، اذا وكاين غادي يكون عندي واحد النوع ديال التنافي الا خديت المسؤوليه هنا وناخذ المسؤوليه تماك. غادي نكون ان شاء الله عندنا الامل ان المجلس الاقليمي ان شاء الله غادي يكون عندنا فيه الوضع مريح، وغادي نخدم مع المدينه من خلال المجلس الاقليمي، كما غادي نخدم مع المدينه من خلال المجلس الجماعي ديال مدينه القنيطره. انا غادي نكون راه الاشاره ديال الاخوان للدعم للتوجيه لاعطاء الخبره في كل المجالات. الحمد لله غادي نكونوا كنأملوا اننا غادي نكونوا مفيدين، سواء تعلق الامر بالمجلس الاقليمي او تعلق الامر بالمسرج ديال الجماعه ديال مدينه القنيطره. يلا سي انس، يلا استقبال نساء مدينة القنيطرة، السيد رئيس جلالة بلدية مدينة القنيطرة. السلام عليكم. السلام عليكم. مبروك عليكم، 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 مبروك عليكم،
الله يحمي الوالدين. 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 الله يحمي